السلام عليكم حبوباتي، كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير. ومرحبا بكم في قناه إبداعات مغربيه. اليوم ان شاء الله غادي نحط واحد الحلوه اللي كتجي تبارك الله وصلات على النبي، كتجي غزاله على بركه الله. ندوز المقادير. غادي نحتاج نص كيلو ديال اللوز اولا النوا، عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، 4 كيلو ديال الزبده، 5 معالق ديال المايزينا، عندي هنا واحد الليمونه اللي معصره وحكيت القشره ديالها رقيقه، عندي 5 معالق ديال السكر كلاصي، واحد الدانون طبيعي، ياغورت، وعندي هنا معلقه ديال خميره الحلوه. غادي نعمل الماء يطيب وغادي نطيح فيه هذا اللوز. صافي، وغادي نخليه تتنفخ القشره وغادي ننقيه، لان ان شاء الله غادي نطحنه مع السكر. بالنسبه للوز كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم تعملوا الكاوكاو بعرق اللوز. ندوبوا الزبدة مع الزيت. غادي نزيد السكر كلاصي أو السكر الصغير. نزيد الميزينة أو الدقيق والذرة. بالنسبه للطحين، انا ما قلت لكم شي طحين، ولكن معروفه غادي تجمع الطحين كيبقى طحين على حساب الخليط. دانون طبيعي. ترجمة
غادي نطحنو بوحدو، والطحنة الثانية عاد غنزيد له السكر وديك الليمونة اللي عندنا معصرة. غادي نزيدو ديك الكاس ديال السكر سنيدة وديك عصير الليمونة. بعد ما سلينا النوا طحناه غادي ننسى سيدي المظهر وغادي نبدا نشكل الكبيرات. كونوا قد هيدا ماشي كبارين وماشي صغارين. غادي نستعمر حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة باش نطلق العجينة. صافي سالينا الكويرات ديال النوا، دابا ان شاء الله غادي نطلقو العجينة. غادي نقسم العجينة
صارت هاد القطعه مقطعه غير بيها صراحه. الله يمكنكم تستعملوا فقط الكاس. انا اخترت هذا الطابع او لا هذا المرشم، يمكن لكم تعملوا اي مرشم بغيتو. بسم الله. كنجيبو هاد المرشم أو كنغطسوه في السكر كلاصي، أو كنحطو في العجينة، كنبقاو نبسطوها بيدنا. كنستمروا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. ومن بعد ما سالينا الحلوه ديالنا دابا ان شاء الله غادي ندخلوها للفران على درجه الحراره متوسطه. هذه الكماله ديال العجينه اللي بقات بنت في صينيه كبيره، ان شاء الله غادي نطيبها في الزنقه، ما غاديش نطيبها في الدار. وهذا هو الشكل النهائي للحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، الا عجبتكم عملوا لي جيم، بارطاجيو، فعلوا الجرس، هذا فضلا وليس امرا، وشكرا.